وهي تحاول نفض غبار سنين الحرب، تبدو سوريا اليوم مثقلة بأعباء لا طاقة لها على حملها وحدها. هكذا استهل الكاتب عبد الحميد توفيق مقاله سوريا والعمق العربي مقاربات أولية. وقال توفيق إن الضغوط على جميع مرافق سوريا الاقتصادية أو ما تبقى منها تشكل التحدي الأصعب. وأضاف توفيق أن مؤسسات جميع القطاعات السورية في حاجة إلى دعم لإعادتها إلى الدوران، وأوضح أن النزيف المستمر لكوادرها في اختصاصات علمية وطبية وتقنية واقتصادية سجل أرقاماً غير مسبوقة. وتابع توفيق أن الأحداث التي عصفت بسوريا أثبتت أن العمق العربي هو الملاذ الأكثر فائدة لها، وأكد أن تطورات الوضع السوري برهنت على أن ما أصاب سوريا انعكس مباشرة على جوارها العربي. ولفت توفيق إلى أن عودة سوريا لمحيطها العربي خطوة أولى لتعافيها العام وتفعيل لعلاقاتها العربية، وهو المناخ الذي شاع داخل سوريا وخارجها مع المبادرة الإماراتية. وقال إن سوريا شكلت منذ استقلالها جناحاً عربياً داعماً لقضايا العرب الذين كانوا بالمقابل حواضن رحبة لها. لقد حرصت سوريا إبان أزمتها حسب توفيق على عدم التفريط فيما بقي لها من تواصل مع عواصم عربية، وقال إن الحاجة السورية إلى عمقها العربي تنطلق من أن الدور العربي بات مطلوباً لحل أزمة سوريا وعدم تركها حكراً على لاعبين آخرين. وأوضح توفيق أن مشاريع خارجية تسعى لفرض نفسها على المنطقة العربية استغلت الوضع الناشئ في سوريا. واختتم الكاتب عبد الحميد توفيق بأن عودة سوريا إلى عمقها العربي تعني امتلاك المبادرة لمواجهة ما يهدد سيادتها حماية للأمن القومي العربي.